واحد سوقنا على رمضان كيفاش كيدوز رمضان. كيدوز ماشي بحال المغرب صراحه. رمضان هو المغرب يعني كيبان لك الجو ديال رمضان والناس كلها صايمه. اللي واكل راه مخشي في دارو كياكل، ماشي بحال هنا يعني كتكون صايم الناس كتكون واكله، الاكثريه واكل في الخدمه في العمل ديالك او في او كتمشي بلاصه لشي ريستورون. كاين اللي كيمشي لان ريستورون كيكون واحد بحال مركب تجاري، كيكونوا بزاف كاين اللي ياكل كاين اللي كيجي جلوس كاين اللي كيجي يخدم بالانترنت. يعني انت كتجي كيبان لك الناس كتاكل الى اخره. وعاوتاني في المغرب كتمغادي كتشم المسمن كتشم بسطيله كتشم مسمن الشهيوات كيبان لك الباتيسريات فيهم الدباز كتوحش كتوحش داك الدواز الدواز زعما الدابزه والزحام. حتى هنا راه كاينه اتونسيون ملي كيقرب المغرب الى دستي عند لي باتيسري هذاك الشيء المغرب هو اللي كاين هنا. داك الشيء اللي كاين في المغرب سي كوبي كولي كاينش سي كراشي. داك الشيء اللي كاين تما كاين هنا مزاحمه ومضاربه وصداع كاين شنو هو كيدير شنو بقى كاع. المهم هذا موضوع اخر. دونك كيكون نهار طويل بزاف هنايا يقدر يوصل 22 ساعة أو 20 ساعة. الأذان ماشي بحال المغرب. المغرب كتكون في الدار كتسمع المدفع كتسمع سميتها الأذان فين كتكون ساكن حداك ربعة ولا ستة جوامع كلهم الحمد لله كتسمع ذاك الأذان ديال لاغيتيغ ديال الصيام. شغنقول لك المهم كتعيش سميتها اجواء رمضانيه روحانيه كتحس بها. هنا لا هنا ما كتحسش بها. يعني هنا كتحس بها غير كتكون عندك كتكون في الدار ولا مشيتي شي مارشي ديال لي ميزيلمون اللي فيه داكشي حلال وكيبان لك ولكن ماشي بحال المغرب. هذا من بين الحوايج اللي خايبين هنا الاجواء ديال العيد وداكشي ماشي بحال المغرب. على كل حال هذا هو الجواب ديال رمضان وسميتها. وبالنسبه ملي كيودان كتصلي في المسجد او في الدار كتفطر. ملي كتفطر كتمشي للجامع في المساجد كيجيبوه هنا في التراويح. كاينه واحد المساله مهمه ومزيانه. وزاره الاوقاف الشؤون الاسلاميه في العالم كامل كيصيفطوا مقرئين اللي كيصليوا بالناس التراويح. وكاين كيكون هنا مساجد فيهم ائمه قارين بيرمانون اللي هما كيصليو بالناس التراويح. دونك كاين التراويح وكاين العشر الاواخر بحال دابا هادي مزيانه كيديروا سكون ابل التهجد الاعتكاف باردون الاعتكاف. في المغرب لا، في المغرب بغيتي دير الاعتكاف كتعمر واحد الورقه في السميه ديالك لادريس ديالك نمره ديال لاكارت ناسيونال ديالك وهذا هو القانون اللي داروه في المغرب. هنا لا هنا ما كاينش هذا الشيء. يعني هنا بلا 10 ايام من الاخرين كاين لك تبات في الجامع تجلس فيه ماشي مشكل. كيما الجامع اللي كيمنعوا تبات في المسجد بلا 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 اشعار المجلس اللي كيسير المسجد. دونك هذه هي اجواء ديال رمضان. وملي كيسالي رمضان كاين العيد عاوتاني كنصليو صلاه العيد. كاين واحد لا فيديو كنت درتو ديال صورت شويه المشاهد ديال صلاه عيد الفطر حتى صلاه العيد عيد الاضحى. وكيتلاقوا الناس في الجوامع كيجيبوا الماكله ديالهم الى اخره كيفرحوا الاطفال وداكشي جو زوين كيدوز جو زوين. زدت حاجه اخرى بالنسبه لرمضان حاجه اللي زوينه عاوتاني هنايا كيوقع واحد التضامن كبير هو ان سميتها في الفطور كل واحد كيجيب شي حاجه للمسجد. كاين اللي كيجيب الحريره كاين اللي كيجيب الحليب كاين اللي كيجيب الخبز كيجيب التيبان التمر الشباكيه اللحام الكسكسو. وكيجيو الناس اللي ما عندهمش كيجيو الطلبه كيجيو الناس ما فحالهمش الناس ما عندهمش كيجيو المسجد وكيصليو تما وكيفطروا ونفس الشيء السحور حتى هو لا ميم شوز. بالنسبه للعيد نسيت واحد القضيه بالنسبه للعيد الكبير عيد الاضحى الصدقه كتكون بزاف. يعني الناس كيجيو ملي كيذبحوا كيجيبوا واحد داكشي اللي قسم الله كيجيبوها للجامع كاين اللي كيجيبها للجامع لان الجامع كيديرها في الثلاجه وكيعطيها للمحتاجين
او كيهزوا ويديوها بعض الجمعيات اللي كانوا عارفين الناس المحتاجين ما كيرضاوش يجيو الجامع كيعطيوها لهم. داكشي كله في داكشي كله في سبيل الله. اوكي هذا سؤال سؤال على رمضان المقبره الا مات شي واحد. المهم بالنسبه للكيبيك لا بروفانس دو كيبيك كاينين عليهم تقريبا شي ما بين 12 حتى 13 مقبره اسلاميه عاد ولاو